فيديوكم عاملين ايه؟ ده ممكن يكون اول فيديو ليا، انا رايحه اعمل ديرما، هوريكم النتيجه وهقول لكم ايه اللي بيحصل في الجلسه، يعني خليكم معايا. انا دخلتكم حطيت البيبنج على وشي، هقول لكم ايه اللي هيحصل بعدين. الكمين موجود على فكرة، موجود في سلبية اسمها أوزمان، مش حد قال لي إن هو جابها من الناس، موجود في سلبيات تانية برضه، يعني كل الناس اللي أنا بكتب لهم الكمين موجود على فكرة. أنا سألت أصلا في جايب لبيك مفيش؟ تمام، بعدين؟ طب اسأليني يعني ليه ملقتهوش مثلا في الأماكن دي؟ أنت قلت ماشي مطلع النور. ماشي ماشي، بعد ما نخلص هتديني الباسبورت. أول ما تغسل وشك هيبقى وشك محمر بس مش هيبقى فيه دم ولا حاجة. هتديني التكساكورت هيعدي الحرقان اللي في وشك ده خالص. بس بعدين بقى كريم فليسي كورت ومرطب. أنت عندك مرطب إيه؟ لا مش فاكرة، على حسب ما هو ولا شين؟ بس اكتب لي اللي انا حطه وانا هجيبه وانا مروحه، عشان لو عندي خلاص. يلا يلا عادي، هعمل ايه بقى؟ بعدين المرتب ده انت هتستخدميه لما ترجعي. وانا المفروض اغسل وشي بعد قد ايه بقى؟ يعني 10 دقايق بالظبط بعد ما اخلص هتغسلي وتستخدمي البيوتكسا كور طبقة صغيرة كده، حتى الدنيا بقت زي الفل. بس وشك محمر بس شوية والشمس راحت خلاص، يعني عايزة تنزلي بعد ما تحطي الكريم من غير أي مشكلة خالص. في البيت بقى متوقفيش قدام البيت أو عشان في حرارة. ماشي، نفس القصة طبعا في النهار لو عندي شغل أو حاجة. لا ما بقفش في مكان فيه شمس. تمام، هي دي أهم حاجة. ممكن يبقى وشك هيغمق شوية وبعدين هيقشر ويرجع لطبيعته، يعني خلال 3 أيام ل5 أيام. اشمعنى مفيش دم فوق بقى؟
عشان ما بنعملهاش بالعرق ده. بص هنا العظم محسوس اهو، هنا مفيش العظم مش محسوس. نعم، انت شايف شكلي اعلى؟ جدا. انا خلصت الديرما ده، وشي دلوقتي انا مش عارفة يعني هيحصل ايه بعد كده، بصور لكم بس انا مبسوطة يعني شكلي يطلع حلو في الاخر. هقول لكم المكان فين بس اوريكم النتيجة الاول، وهبعت لكم واعمل لكم لينك المكان تحت. يلا باي، هجرب حاجة تانية واقول لكم برضو عليها.